حسب ما عم يحكي لي انه هذا السرفيس. هي كلها فول، بس في فول بحامض، فول بخال، انه هي في فرق بين السوري واللبناني. هي متعهنه بيقول لها مصبحه، نحن حبة طحين، نحن هم نقول لها مصبحه، هي مصبحه بتيجي رخوه وماليزيه وهنديه، هنديه هي بتيجي حمص على وشها خضرا، وهي الماليزيه هون هي هون هنديه. تمام، هون لقمه. سعد لي اوقاتكم متابعينا الاكابر، اليوم رح نبلش بالفطور السوري. طبعا انا اليوم جيت على المخيم البداوي، في دلوني على محل اسمه ابو ربيع، كون لهيك بدي اعرفكم على اكلات ابو ربيع واعرفكم على الفول السوري اللي نحن كلياتنا بنعرفه. خلونا نشوف شو في عنده، تابعوا معنا. السلام عليكم. سلام ابو ربيع، كيفك؟ كل العالم عم تحكي باسمك ودلوني صراحه لعندك، قال عندك اطيب فطور سوري. اهلا وسهلا يا اخي ابو سطيف، شو بدك؟ الله محييك يا اخي. طيب سيد الكريم، نحن رح نعمل لك هلا صحن حمص ناعم، صحن حمص حب طحيني، صحن فول بزيت الشامي، صحن فول بطحيني حلبي. معلم قول يا رب، انا جاي اكل واعطي رايي. اهلا وسهلا. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل ان شاء الله فول بطحيني، فول السوري. يلا. هاي توم، كمون، نكهة حر، سماء، ملح، حامض، وهي الطحينة السورية، طحينة اكسترا. يا سلام ما شاء الله، هذا الفول الكلاوي اللي نحن بنعرفه. شوفوا لي الكرم ما شاء الله، يعني هذا صحن لحاله بشبع شخص. هلا شو راح نعمل؟ راح نعمل فول بزيت، فول الشامي. فول الشامي، يلا نعم. اهل الشام، هات نشوف. ملح، اهم شيء الحمض والزيت. ايوه الزيت مبين بكره. ايوه في حمص هون. نعم، فول الزيت، فول وحمص مع بعض. تاني. هات نشوف. شوفوا لي يا غوالي يا احباب. ايوه البنيس. كم شت كشكشني. وهاي البندورات. وغنجني. وغنجني. هالزيتات. هالزيتات. سأسألي. الله يرحم اهلك. قلتلكن انا الكرم صاحب المحل، بتعرفوا من السرفيس. اها هنا ساسكت قليلا. ابو ربيع يسلم ايديك على هيك ترويقه، على هيك فطور. احكي لي شوي عن ابو ربيع اليوم. أبو ربيع إنسان إجا من سوريا، والحمد لله رب العالمين بلش، فتحت مطعم حمص وفول، يعني مثل ما بيقولوا بلشنا من الصفر. الحمد لله رب العالمين، مختصر ربك كريم. أنت هاي المصلحة ربيت عليها ولا متوارثة ولا كيف؟ لا، معي من سوريا، من حمص. كنت اشتغل، كنت نعم. فتح بحمص؟ صحيح. وين بحمص؟ بالحي الشماس. طيب مثل هيك صحن ابو ربيع شو سعره؟ صحن حمص حب طحين كبير مع سرفيس خضره مع خبز 200,000. 200,000 يعني يا نعم. جماعه ما يعادل 2 دولار تقريبا. صحيح. وشوي صغيره. طبعا السرفيس مدلل، الصحن مدلل، يعني بيشبع شخص بكل رياحه، يعني الاكيل بيشبعه صراحه. ابو ربيع، بما انك هلا انت موجود هون بمنطقه شعبيه، يعني في ناس عندها مقدره وفي ناس ما عندها مقدره، كيف تتعاطى مع هاي الفئه؟ هلا نحن منبيع بالكيلو او منبيع بالفرد،
بيجي مثلا نحن عم نبيع الحمص حب طحين الكيلو ب 200 الف او الفول الكيلو ب 200 الف، بده نص كيلو بنعبي له اياه بعلبه ب 100، والماء ما هو قدره بنعبي له بالكيس ب 60 ب 70 ب 80 لا يصير. المهم انه ما يطلع زبون فاضي. مين من اجا وبده يجي المحل محلكم، واهلا وسهلا فيكم، الماء اهلا وسهلا والماء معه كمان اهلا وسهلا. يلا نقول بسم الله. نبلش بالفول وطحين الحلبي، لقمة مجقجقة بالزيت. الحبة الفول هريسة يعني من كتر ما هي مستوية ما شاء الله، اخذ وقتها بالاستواء وصايرة ما شاء الله هريسة. هذا الفول الشامي بزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما باكل الا بخبز. فيه طعم الفول ما له حامض كثير. البقدونس والبندورة هي اضافات مميزة للفول بحمض، فول الشام بالتحديد. هاي المسبحة حمص بطحينة يعني. وهي حبة الفلافل. هلا حبايبنا الاكابر، الاختلاف اللي شفته لاحظت هنيك صحون فخار، هون صحون ازاز. هنيك مثلا بعد الاكل بضيف كولا، هون بضيفوا شاي. طبعا هون ما في اضافات، هون خلص اربع خمس انواع اللي موجودين اللي نحن بنعرفهم كلياتنا، فول بحمص، فول بطحينه، وفلافل والحمص المطحون. هنيك كان في صحون كثير بس بيحط لك لقمه لقمه بكل صحن. هون ما شاء الله الصحن لحاله يشبع مو شخص شخصين يعني. انا صراحه ما بقدر اكل كل الصحن مثلا، ولكن بتكون دائما عازم معك حدا يعني. هذا الزلمه كمان بدل على الكرم، كرم صاحب المحل. السرفيس بيحكي، والسرفيس اللي نحن بنعرفه والمخلل حتى المكبوس عنده سوري. الشوام بيضيف حمص، حمص مطحون. بسال طبعا ايوه لابد منه. ايوه حزمه بندوره مرتبه، خلى الخيار. أيوة أيوة صلصة لي لحظة تدعم لي. يسلم هالإيدين. اللي بيحب يجي عند أبو ربيع بطرابلس مخيم البداوي، مفرق مستشفى الهلال القديم. طبعا بس تسألوا هنيك وين أبو ربيع دغري بيدلوكم، لأنه معروف مثل النجمة العالم. وهي راح ننهيها القرص الفلافل.